لما بعثه الله في مكة بعثه برسالته وهو واحد أمام العالم بما فيهم من الملاحدة والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، واجه صلى الله عليه وسلم عالماً كبيراً كلهم أعداء له ومخالفون له، وهو شخص واحد ولكن معه ربه سبحانه وتعالى، معه البراهين القاطعة التي تخرس كل مبطل، ولكنه أخذهم بالسعة والصبر حتى نصره الله عليه. بعثه لم يكن معه أحد، ثم أول من آمن به من النساء زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت نعم العون له، تسكن روعه وتطمئنه، وكذلك قيض الله له عمه أبا طالب يحميه ويدافع عنه، هذا من الكفار، وقيض له من المؤمنين أتباعا آمنوا به واحدا تلو الآخر، أبو بكر الصديق أول من آمن به من الرجال، وبلال الحبشي أول من آمن به من الموالي، وعلي بن أبي طالب أول من آمن به من الصبيان، ثم تتابع الصحابة بالإيمان